موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مراسل حلب اليوم أفاد بأن غارة جوية روسية استهدفت بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي. وزارة الصحة في حكومة النظام ترفع سعر حليب الأطفال بعد أيام من اختفائه من الأسواق، ليصبح سعر عبوة الحليب سعة 400 غرام 10500 ليرة سورية. وزارة الصحة التابعة للنظام تنقل مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية صحية من العاصمة دمشق وريفها إلى محافظة حمص بسبب وصول نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لإصابات كورونا في المشافي إلى 100%. القائم بأعمال سفارة النظام في إندونيسيا عبد المنعم عنان يجري مباحثات مع مسؤول في إحدى أكبر الشركات في القطاع النفطي تحت عنوان التعاون المشترك في ملف الطاقة. وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي يبحث مع وزير الموارد المائية في نظام الأسد تمام رعد تعزيز التعاون وإعادة الإعمار، متجاهلا العقوبات الأمريكية التي تحذر من التطبيع مع نظام الأسد. ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 115%، ويأتي السوريون في مقدمة طالبي اللجوء ب 20,640 طلبا خلال 3 أشهر وفقا لتقرير نشرته المديرية العامة للمفوضية الأوروبية.